مقادير الكشري الاسكندراني هتنزل معانا على الشاشة. المفروض ان الكشري الاسكندراني الاصلي بيتقدم جنبيه يا سلطة خضراء، يا اما بيقدموا جنبيه كمان البيض اللي هو المدحرج اللي هو بيتسلق وبيتدحرج فيه شوية سمنة وبيتقدم جنب البيض جنب الكشري. بس انا النهارده عاملاه صيامي خالص، فمش حاطه فيه بيض، هقدمه على اصله مع الصلصة بتاعتنا اللي احنا لسه عاملينها او الشطة او السلطة الخضراء. الكشري الاسكندراني معايا ايه؟ 3 كوبايات رز مصري، كوباية ونص عدس اصفر، بصلة مفرومة، معلقة كبيرة ثوم مفروم، زيت سندباد، ميه مغليه هنسقي بيها الكشري بتاعنا، معلقتين كبار كمون وملح. سهل جدا وبسيط. دي اكله الزنقه. يعني ايه اكله الزنقه؟ يعني انا دلوقتي قاعده وبفتح محفظتي كده ما لقيتش فيها غير مثلا 20 25 جنيه، طب ما انا عايزه اجيب بهم حاجات تانية. قمت اقرضت في المطبخ لقيت كيس رز على حبه عدس كده قدام نسياهم، رحت مطلعاهم فصين توم على بصلايه ورحت عامله مع حبه السلطه الخضراء وقضينا اليوم. صحتين وعافيه على قلبكم يا رب. ده اكله الزنق، بس في نفس الوقت معنى كده ان هي طعمها مش حلو؟ بل بالعكس، ده احنا ممكن ناكل فيها اكتر ما ناكل في اللحمه والفراخ كمان. تعالوا بقى كده نشوف بيتعمل ازاي. عندي حله على النار سخنه، بسم الله الرحمن الرحيم، وفيها شويه من زيت سندباد. تمام. بصوا كده معايا بصلايه مفرومه، انا بعشق الصوت ده بصراحه، يعني بتعمد ان انا اسخن الحله علشان لما ننزل فيها البصل او الثوم نسمع الصوت ده، تحسوا بمتعه وانتوا شغالين كده. يا دوب بس ان هو يشم النار وياخد لون معانا فاتح كده، واروح نازله بالثوم على طول. انا مش عايزاهم يتحمروا وياخدوا لون غامق، لا، يا دوب بس ان هم يتبلوا بالشكل ده كده. عندي ايه؟ عندي شويه الكمون، وعندي سنه بسيطه من الشطه، مش كتير، يا دوب بس تديني تطعيمه للكشري بالشكل ده كده. وابدا انزل الرز بتاعنا. عندي 3 كوبايات رز مصري غسلاه ومصفياه من الميه بتاعته، وابدا ان انا اشوح الرز بتاعنا في البصلايه والثوم اللي احنا حطيناها علشان كله يشرب من بعضه مع حبه الكمون مع سنه الشطه، هيبقى في منتهى الجمال. نجيب معلقه ناشفه شويه عن كده، بالشكل ده كده. حطيت ملح؟ لا، مش هحط ملح دلوقتي الا لما انزل. عفوا. ادي الكوبايه ونص بتاعت العدس، واقلبهم مع بعض واشوحهم كويس قوي علشان انا عايزه العدس اللي انا حطيته يشرب من نفس المكونات بتاعتنا اللي شرب منها الرز، وهي كانت البصله مع التومه مع حبه الكمون مع حبه الشطه. بص لون البصلايه اصلا ولون الرزايه عمل ازاي، ما شاء الله عليه. في اللحظه ديت هروح حاطه الملح، وعايزه افكركم ان احنا النهارده عاملينه ومش حاطين جنبيه بيض ولا مدياله معلقه السمنه او الزبده اللي انا بحطها في الاخر دي، علشان احنا النهارده عاملينه صيامي علشان اخواتنا حبايبنا الاقباط بالشكل ده كده. ريحته اصلا وهو ني في منتهى الجمال. سنه كمون كمان عشان بقى تديني ايه ريحة جايبة من الآخر، وأقلب كويس وأبدأ أحط مقدار المية. طيب مقدار المية بتاعه قد إيه؟ أنا قلت 3 رز وعليهم كوباية ونص من العدس، يبقى آدي 4 ونص. هحط إيه؟ عفوا، هحط إيه؟ هحط نفس مقدار الرز وهزود نفس المقدار عدد الكوبايات وهزود عليه كوبايه. يعني ايه؟ يعني احنا دلوقتي 3 رز وواحد ونص عدس 4 ونص، يبقى انا هحط 5 ونص ميه. بسم الله الرحمن الرحيم، والميه تكون مغليه علشان الرز بتاعنا ما يحصولش ويعضم. بصوا حطينا قلنا 3 رز وواحد ونص عدس، يبقى ادي 4 ونص. بنحط ايه؟ بنحط 5 ونص من الميه، وانزل كده كل العدس والرز اللي في الجوانب وادوق. والله حبيت ان انا ازود ملح وهو محتاج ملح، يبقى تمام. بسم الله، ملحه مظبوط جدا ما شاء الله. وسنه الشطه اللي احنا حاطينها نقلاه لمرحله تانية. الكشري الاسكندراني بتاعنا نوطي عليه بقى النار خالص، هو شرب ميته. خلوا بالكم ان الميه لازم تكون مغليه، ليه؟ علشان احنا قلنا الميه لما بتتحط ساقعه للرز وهو الرز بيكون اصلا على النار وخد سخونيه، بيبدا ان هو يعضم، يكسر لي الرزايه، يخليها ان هي ناشفه حتى مهما تحط لها ميه. طفيت برده عليه،
بصوا ادي كده برضو بشوكه مش بمعلقه علشان يبقى بالشكل ده كده. حبه كشري عدس اصفر او حبه او كشري اسكندراني او كشري مصري يستاهل بقى.